مثل الميقات ومثل القيامة. وعيد الغطاس له عدة أسماء، نسميه عيد الغطاس أو عيد الماء أو عيد الأنوار أو عيد الدموع أو عيد الظهور الإلهي، نسميه عيد التيوفاني الظهور الإلهي، وعيد إبيفاني أو اللي هو عيد النور أو الأنوار. لأنه كانت العادة قديما عندما الصغار الكبار يمسكوا شمعة ويمشوا زفة في الكنيسة وبيحصل، فسمي بهذه التسمية عيد الأنوار. عيد الغطاس بأحد الشخصيات المهمة جدا في الكتاب، شخصية القديس يوحنا المعمدان، والذي يسميه ربنا يسوع المسيح أعظم مواليد النساء. وعيد الغطاس يرتبط أيضاً ليس بشخصية فقط، لكن بسر في الكنيسة القبطية، كما نعلم جميعاً أنه توجد في كنيستنا أسرار كنيستية، وأسرار هي تسمية مقصود بها النعم التي يعطيها الله خلال صلوات تقطية كنيسة قيمها كاهن شرعي، ومن خلال يعني الإنسان معمودية التي نمارسه جميعا ونحن صغار أطفال عمرنا أيام. سر المعمودية أن تدور حياتنا، وأريد أشرح لكم هذا المعنى. المعمودية مياه من فوق، والمعمودية مياه من والروح، المعمودية ولادة نلد فيها المسيح. أريد أن أشرح لكم هذه المعاني. أولا، المعمودية سر نولد في المسيح. طيب دي معناها إيه؟ كلنا كبشر نولد على الأرض من أب وأم، ويصير كل منا كيانا مستقلا فردا في المجتمع الذي يعيش فيه. هذه ولادة فيها ولادة أرضية، ولادة للأرض. وهكذا تكاثر الأجيال وتنمو، هذه الأجيال تملأ المسكونة من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوب. وكما قال أهل آدم وحواء وملأت في ولادة تمتع بها كل البشر، ولادة الأرض. أما الولادة الأخرى والتي تصدق في هذه المباركة هي الولادة من فوق. لماذا؟ الإنسان إن يحيى على الأرض، ولكنه يحيى نفسه من القدير من الله، هذه النفخة التي نسميها نسمة الحياة. فكأن الإنسان هو على الأرض صحيح، لكن يتبع السماء، ولد من السماء، لم يبقى له نصيب في السماء. هنا يأتي سر المعمودية، كما يولد الإنسان من فوق. كلمة فوق ده هي صحيح تعني، لكن تعني للإنسان فكر، أعلى حاجة فيك كده وانت فكر عقلك. فالولادة من فوق يعني يصل لك الفكر السماوي، عقلك يفكر
بطريقة سماوية، أفكارك تكون سماوية مرتبطة بالسماء. هيبقى لك نصيب في السماء ازاي؟ إذا ما كانش عقلك يبقى هناك. والفكر السماوي هو يعني أن الإنسان يستحق ويحق له دخول السماء، دخول الملكوت. إن كان أحد يولد من فوق، إن كان أحد يولد من فوق، لا يمكن أن يدخل ملكوت السماوات. فأول حاجة في المعمودية أنها ولادة من فوق، والفوق ده معناها السماء، ومعناها الفوق الإنسان هو فكره. ولذلك الإنسان يعيش على الأرض وأحيانا ينسى السماء، ويعيش على الأرض ويعيش حياته على الأرض بالطول والعرض بأي شكل. ما تولدش من فوق، ما تولدش من فوق. ولذلك معمودية نحر أن نبدأها للصغار في سن مبكر جدا. ده احنا ممكن نعمد الطفل عمر يوم فقط خطورة مبكرة. لا يهمنا جدا أن الشخص الإنسان يولد من فوق يصير له تذكرة عبور إلى السماء. وهذا الذي قصده الله لنا، أننا نولد من فوق أي يصير لنا أفكار وفكر سماوي. عشان الكنيسة فيها قراءات روحية وسير قديسين، وفيها مرات روحية وفيها صلوات وفيها تسبيح. كل ده ليه؟ علشان فكرك عشان ما تنساش أصلك، عشان ما تنساش النعمة التي أخذتها أنك ولدت من فوق. الأمر الثاني أن المعمودية ولادة من الروح. ما ليا بابا وماما، ليا الماء والروح على الأرض، ولكن الماء يأتي من السماء. ومن الماء الروح القدس يولد الإنسان ولادة جديدة. والحكاية دي معناها إيه؟ معناها أن الإنسان يصير له مش فكر بس، ده يصير له كيان، كيان جديد، كيان سماوي. زي بالظبط كده لما تشوف واحد في المستشفى ولابس الخلطة وحط سماعة، تقول ده طبيب، ده طبيب. فيصير للإنسان الكيان السماوي. يعمد الطفل ويدخل المية المعمودية، وبعد رشومات الميرون يلبس لبس أبيض خالص. والأبيض ده رمز على الكيان السماوي، كيان. إن شئت هذه التسمية سميها العضوية السماوية. وولد من الماء والروح. والولادة من الماء والروح تعطي الكيان السماوي، يعني تعطي للإنسان أحقية دخول السماء. اللي فاتت رؤية السماء، لا المرة دي بقى دخول السماء. يبقى له نصيب في السماء. فعندما يذهب الإنسان إلى السماء سيسأل أين ثياب العرس؟ في الثياب اللي هتدخل بيها. تخيل كده أنك رايح تحضر مناسبة حلوة، مناسبة إكليل أو فرح، بترتدي أفضل ما عندك، وبتبقى تظهر بصورة طيبة جدا تقديرا وحبا في رايح تجمله. السماء بهذه الصورة المبسطة، أن الإنسان لكيما يصير له نصيبا في السماء يولد من الماء والروح. ليه؟ عشان ياخد ثياب السماء. ثياب السماء هي اللي تعطيه الكيان السماوي. يبقى كسب حاجتين اهو، فكر سماوي وكيان سماوي. الصورة الجميلة للإنسان، تخيل الإنسان كده اللي عمال يكبر في هذا الكيان السماوي،
كانوا زمان زمان من زمان قوي يعني من مثلا 40 50 سنه يسموا الشخص اللي هو مرتبط بربنا كويس كده يسموه خنفاوي، فلان ده خنفاوي. خنفاوي يعني ايه؟ خن فقوي، خن يعني من، فقوي من السماء. فالشخص ده شخص سماوي عشان يعني ملوش اهتمامات في الارض قوي، نسكياته زايده شويه، نوم عليه نوم نسميه التسميه دي. يبقى انت خدت نعمتين لغايه دلوقتي، نعمه الولاده من فوق فصار لك فكرا سماويا واستحقيت رؤيه الملكوت. نمره اثنين، الولاده من الماء فصار لك كيانا سماويا، كيان. عشان كده احنا بنقدس ونكرم الاجساد، فصار لك احقيه دخول السماء. الامر الثالث بقى والمكمل لهذه، انك ولدت ولاده ولبست المسيح. وانا بقى دي حاجه جديده خالص ومهم، بمعنى انتم الذين لبستم المسيح. ما بقتش انت فلان ولا انت فلانه، ده صار كل واحد فينا مختفي في شخص المسيح، كانك صرت مسيحا صغيرا. بمعنى ان المسيح صار هو الظاهر في حياتك. تعدها لكم بمثال كلكم بتحبوه، كلكم فاكرين ربنا يسوع المسيح عندما ظهر لشاول الترسوسي، ظهر له وهو في الطريق الى دمشق، ولما ظهر له قال له لماذا تضطهدني؟ ده مين اللي بيقول ده؟ المسيح بيسأل شاول. لو انا افترضت ان شاول كان وياه كشف بالاسماء، افتراض، وطلع الكشف قعد يدور على الاسماء، اسم ورا اسم اسم ورا اسم، ما لقاش اسم يسوع. قال له اسمك مش موجود في الكشف. قال له لا، ده انت كل واحد اضطهدته اضطهدتني، لان كل واحد يرتدي ويلبس المسيح. وهذه نسميها الحياه السماويه. انت خدت الفكر وخدت الكيان، الحياه السماويه، انك لبست المسيح. نقوم بعد ما تحمد نحط الزنار الاحمر، الزنار الأحمر. وتستعد بقى الطفل الصغير عشان يتناول لاول مره، وبعد ما يتناول وهو يعني في القداد ده لسه صغير خالص مش عارف حاجه، يسمع اول مره بقى خلاصه العباره دي في سر التناول، يقطع عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وايه وحياه ابديه لمن يتناول منه. ده اول مره بقى اسمع كلمه حياه ابديه، خلاص بقى اتحط في اول الطريق، خلاص خد الفكر خد الكيان ولبس المسيح، خلاص بقى يحافظ على النعم دي. يبقى له كيف في السماء يضيعها في مشوار حياته بالخطيه بكل اشكالها؟ خلاص يبعد. الله اعطانا النعمه، بس يا ترى تحافظ عليها؟ بالظبط زي ما اب كده يجيب ابنه هي حلوه قوي، يوم الولد ده يحافظ على الهديه دي، يوم ابوه يجيب له هدايا. لكن لو هذا الابن تصرف في هذه الهديه او هذه النعمه اهملها، اساء استعمالها، نتيجه انه يحرم النعم كثير. لبستم المسيح فصار لك نصيبا في الحياه في الملكوت. هو ده سر المعموديه. سر المعموديه نعتبره باب الاسرار، فهو اول خطوه في ايماننا المسيح. في سر
المعمودية كل هذه المعاني، وتصير هذه المعاني والله يعطي نعم أكثر وأكثر. فأهم نعمة ننالها من وراء كل هذا أن تصير بالحقيقة ابنا لله. نعمة التبني يسمونها الأبواب، نعمة التبني. هذا الذي أعطانا الأحقية أننا نخاطب الله ونقول يا الذي في السماوات بصيغة أب، هي دي الصيغة اللي بنخاطب بها ابننا الصالح. نعمة التبني أخرى في المعمودية أن صار لك الملاك الحارس، فصار لك ملاكا حارسا يعينها الله من أجلك، يحرسك ويرفع صلواتك ويحميك ويظلل عليك ويمنع عنك الشر شبه الشر، يعطيك روح الطمأنينة وروح السلام وروح المعية، مش لوحدك الملاك الحارس. خدت نعمة التبني وخدت نعمة الملاك الحارس وخدت كمان نعمة التثبيت، التثبيت في سر الميرون. تثبتت في شخص السيد المسيح وصرت إنسانا تحمل سمات الرب يسوع. كنت صغير كده لما اتعملت، كنت طبعا مش ديان، لكن الكبار اللي حوالينا واقفين جنب ابونا اللي عمك، وتلاقي ابونا كده قال للأم لبن لبن يشوف كده رشومات، ويبتدي أبونا يرشم رشومات 36 رشم على جسم الطفل الصغير، يصير حصنا وثابتا ومستحقا أن يتقدم لسر التنين. ومن يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه، ويعيش الإنسان حياة، يعيش ويتمتع. ليس سر المعمودية يا إخوتي حاجة تمت ونفت، لا، ده سر المعمودية نبارسه ونمارسه. حتى أن سر المعمودية وهي مرة واحدة للإنسان في حياته نسمي التوبة هي المعمودية الثانية. لما الإنسان يتوب هدومه ملابسه البيضاء ما تعود بيضاء وناصعة، هي دي من أجمل طقوس كنيستنا، طقس المعمودية. ومن أجل فيها أنك تفهمه وتعرفه، وكل شيء صغير في هذا الطقس مهما صغير له معناه، سواء من جحد الشيطان، من إعلان الإيمان، من تعرية الطفل، وضعه في المية ثلاث غطسات، كل ده له معاني من خلالها نكتسب هذه النعم. وطبعا سر عيد الراس لما يجي في التوقيت ده، وتوقيت ساعة لو ان ما فيش ساعة النهاردة، وفيش كده في ساعة برا، فيش في مطر برضو، مش حكاية دي بقى. من الأمثال القديمة يقول كده عربي في قصتي، مطر رخي رخي على إيه؟ على إيه؟ على قرعة فتي. هي قربتك ولا قربتك قفلها ليه؟ رخي يعني اغسلي، انها خسلي. وقرعت بنت اختي يعني الطفل لسه شعرها ما طلعش، يعني صغيره خالص، طفل صغير. وفي سر المعموديه بمعنى
معانيه الكثيرة يجعل الإنسان يفكر تكبر ربنا يديك الصحة والعمر الطويل وتعيش حياة حلوة، لكن لا تنسى أبدا ثوب المعمودية. لا ترى أن في أحد تقاليد القديمة الطفل عندما يعمد هدومه نسلها ونحط ميتها في مية جارية أو في زرع وأرض يشربها واللبس ونعينه ونعينه تاريخ المعمودية، ويوم ما الولد ولا البنت يتجوز نقول له فكر من كام سنة اتعمدت وابتديت حياة نقية، ستبدأ بهذه الزيجة حياة جديدة، ابدأها نقية أيضا ونقدم له اللبس هدية أو نقدم له البنت هدية. في سر المعمودية، سر ليس مرة واحدة وانتهت الحكاية، سر المعمودية يتجدد كل يوم من خلال سر التوبة، ومن خلال انك انت قلبك يكون نقي وفكرك يكون نقي، كيانك السماوي تحافظ عليه، والعالم سوف يحاول ان يشوه هذا المنظر الجميل فيك. مرة خطايا عن طريق العين، مرة خطايا عن طريق الودان، ومرة بخطايا عن طريق الفم، مرة بخطايا عن طريق الإيد، ومرة بخطايا عن طريق الرجل. احترس واحفظ نفسك طاهرا وعيش حياتك وانت متمتع بنعم وبمواهب وبعطايا سر المعمودية. وانت عرضت لأي خطأ أو خطية فأمامك باب التوبة مفتوح باستمرار، أمامك باب التوبة ودموع التوبة لكي ما تتجدد مرة ثانية. عيد المعمودية وعيد الغطاس من أجمل أعيادنا، طبعا في الغطاس لازم تاكل قلقاس. هو حد ما يكونش قلقاس بس ما هوش طقس يعني، بس القلقاس له حكاية لطيفة قوي. القلقاس بيزرع في الأرض، يدفن في الأرض زي المعمودية، لازم الواحد يدفن في مية المعمودية. والقلقاس لما نطلعه نلاقيه على جنب ضيارات. الإنسان اللي عاش في المعمودية وطلعت في المعمودية يكبر ويلد آخرين في الإيمان بالمسيح. والقلقاس لما تيجي تقطعه تخرج منه مادة لزجة، وهذه المادة مادة غير مستحبة، فلازم يتغسل كويس، وده تعبير بالخطيئة. ولما تقطع القلقاس تلاقي قلبك أبيض، تعبير عن الحياة النقية. وكمان لما تيجوا تسوي القلقاس تطبخوه يعني تطبخوه بالإيه؟ متعرفش تطبخوه يعني. القلقاس اتلاقي خضرة، والخضرة ده تعبير عن الحياة الجديدة. فكأن الطعام تعبير عن الإيمان، وهذه براعة القبطي أنه خلط الإيمان بالطعام. ماما واقفة بقى تطبخ وعمالة لا تعملي، بدل ما فكرك يروح في حتة بعيدة، لا فكر كله كل خطوة فيه لها معنى روحي، حاجة جميلة جدا. كمان بتمص القصب، تجيب القصب. القصب نبات يمتاز بأنه يمتد نحو السماء، يكبر كده ويعلى، يبقى طول العود أصلا متر مترين أكتر، ده عن الاشتياء للسماء. وكمان القصب لما تستخدموه تقطعه أجزاء كده وتبتدي تمضغ وتقص السكر اللي فيه الحلاوة فيه، تضغط أسنانك يوم يطلع عصير حلو.
تضغط كمان يطلع عصير حلو. هكذا الإنسان المسيحي عندما يضغط من أي شيء يطلع حاجات حلوة على طول. يقول لك كده: الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالإبهاق، وبضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل الملكوت. فكان الأثر بيعلم الإنسان أن مهما كانت الظروف اللي حوله يجب أن يخرج عصيرا حلوا. عمر لسانك فمك يطلع كلمة وحشة، ده كلمة وحشة تمنع عنك السمع. لو قلت كلمة وحقرته تروح عنك السمع، بأخسر السمع عشان كلمة وحشة. انتبه انتبه. وإحنا بناكل القلقاس أو بناكل القصر أو القصة أو الحاجات ده، هي معاني روحية تشغلنا أذهاننا وتخلي الوقت فينا عايش حياة روحية حتى في أثناء ممارسة الطعام. كل سنة وأنتم طيبين، والله يعطي نعمة ومعونة، ونصلي كثيرا من أجل بلادنا ومن أجل كل البلاد اللي حوالينا، ونصلي من أجل السلام، ونصلي من أجل الإنسان يكون على دوام مخلصا وأمينا حياته، ونصلي من أجل مصرنا وكل من يقودها أن يعطيهم الله الحكمة التدبير الحسن والرؤية والبصيرة من أجل مستقبل مشرق لبلادنا. نصلي من أجل كل إخواتنا المرضى والمتعبين والمتضايقين الذين في شدة. نصلي من أجل إخواتنا الذين في مرابط الحروب ومرابط الاضطهادات، مثل البلاد التي نعتز بها كسوريا، التي نصلي من أجلها كثيرا أن يعطى الله نعمة وسلاما لأهلها ولشعبها المحبوبين جدا، ويعطي هدوءا في القلب. فالخطية يا إخوتي هي التي تصنع كل هذا الشر، ولذلك نصلي من أجل الذين يصنعوا هذا الشر في مكان، ليمنح المسيح نعمته ويبارك كنيستنا ويبارك بلادنا ويعوض كل من له تعب فيه في هذه البلاد من أجل خيرها ومن أجل مستقبلها، ويمنحنا دائما سعادة. ما تنسوش ان في قصة المعمودية الصوت السماوي كان يقول: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، سررت فرحت. عشان كده احنا مدعوين كلنا ان احنا نفرح قلب ربنا في حياتنا وحياتنا. المسيح يبارككم بكل بركة روحية ويحفظكم في سلام.